بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مقبوس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات خرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنتجول إن شاء الله رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على اختبار إحنا كنا عملناه قبل كده، وهو إن إحنا إزاي هنعمل الخلطة الخرسانية. فإحنا كنا قدمنا أكثر من حلقة بتتكلم على الخلطة الخرسانية نعملها إزاي، سواء كان بالطريقة الحجمية أو بطريقة المحاولة، وفي طرق كتير طبعا احنا ما اتكلمناش عليها، لكن احنا النهارده وكان دايما زمايلي الفنيين بيسالوا بيقولوا ازاي المتر المكعب اعمله. فاحنا النهارده هنتكلم على ان المتر المكعب من الخرسانه هنجيبه حسابيا ازاي. بس انت لازم يكون عندك بعض المعلومات وبعض المعطيات اللي انت تكون عارفها بالنسبه للماتيريال بتاعك. الماتيريال بتاعك اللي هو السن والرمل والاسمنت والاضافات والميه، ولو انت كنت هتدخل اي انواع اضافات تانية برضو لازم تكون عامل حساباتها. بالاضافه ان الاجر بيكون عامل عفوا ان الاجر بيكون عامل كل اختباراته بدايه من الضرب والحبيبي، يعني كل اختبارات اللي هي خاصه بالركاب. احنا عملنا الحاجات دي كلها في حلقات منفرده، ممكن برضو ترجع لها برضو هتلاقي في القناه بتاعتنا معظم الاختبارات اللي هي بتهمك انت وهتنفعك في انك انت ازاي هتصمم ديزاين. النهارده هنتكلم ان احنا ازاي هنحسب متر مكعب، ازاي هنجيب متر مكعب من الخرسانه. قد ايه سن، قد ايه رمل، قد سن او زلط طبعا، قد ايه رمل، قد ايه ميه، قد ايه اضافات، قد ايه قد ايه قد ايه، في الاخر هيديني 1 متر مكعب. فاحنا هنشوف الحسابات ديت مع بعض، وبرده يا ريت ترجعوا للفيديو الاولاني، ممكن تلاقوا الرابط بتاعه تحت الفيديو في الديسكريبشن تحت، ممكن ترجعوا له برده تاكدوا برده من المعلومه. الحسابات اللي احنا هنعملها ديت ارجو من كل واحد فني بيتفرج معايا من زمايلي المحترمين يطبق الحسابات ديت ويطبقها عنده على ديزاين صغير، ياخدها رسمة من المتر ويشوف النتيجة عنده هتعمل ايه. فلو لقى اي خطأ احنا غلطنا فيه ارجو ان هو يسامحنا ويصلح الخطأ دوت في الكومنت، وانا برضه هعتذر له على المال عادي، مش اي مشكلة. احنا مش بتوع محاضرات، احنا بنتكلم زمايلي الفنيين عشان ازاي يوصلوا لدرجة كفاءة عالية جدا، وازاي يقدر هو يدير معمل لوحده يعني منه للمهندس مباشرة، وكل معلومات يكون مصدر ثقة. فاحنا هنشوف مع بعض الحسابات دلوقتي وان شاء الله هتبقى المعلومة كاملة ان شاء الله. كده احنا هنعمل مع بعض ازاي هنطلع الخرسانة المسلحة ونطلع خلطة في الاخر تديني متر مكعب. عشان بس الوقت هنبدأ على طول. انا عندي معلومات ثابتة عندي، وهي اول حاجة كثافة الاسمنت. لازم كثافة الاسمنت، لازم هنركز مع بعض في الموضوع دوت، هي معلومة ان هي 3-15. تاني حاجة عندي كثافة المية، وهي معلومة ان هي 1. تالت حاجة ليها كثافة نقول المادة عشان المادة داخلة معانا، وهي احنا عاملينها 1.2 مثلا 3-5. وكثافة او الوزن النوع او السبيشال جرافت للركام الخشن كان عامل 2.65، وكثافة الركام الناعم 2.65. طبعا دي كلها ارقام افتراضيه، ممكن الارقام دي تتغير عندك انت لما تيجي تعمل سبيس جرافتي للركام اللي عندك، ممكن يبقى 2.68 2.67 2.66 ايا كان، لكن انا حاطين ارقام افتراضيه. دي المعطيات او الثوابت اللي عندي. طب ايه المطلوب عندي؟ المطلوب بيقول لي ان هو عايز يعمل خلطه اهو. المطلوب اهي نقول مثلا المطلوب عايز يعمل خلطه الجهد بتاعها 300 كيلو جرام على السنتيمتر مربع، وده بعد 28 يوم. وبيديني البيانات ديت وبيقول لي خلي بالك عندك الركام مهر من 4-75 ما يعادل 40%. يبقى على طول كده انا هفهم طالما مهر من 4-75 40%، معنى كده ان 40% رمل و60% رمل خشن. يبقى ديت ثوابت عندنا. طب انا عشان اطلع الحاجات ديت هطلع طبعا مستقفل المعادله وكل حاجه، فهنبدا على طول ان شاء الله.
اول حاجه اطلعها هي وزن الاسمنت. يا ريت نركز مع بعض. وزن الاسمنت هطلعه ازاي؟ القاعده، في قاعده بتقول، احنا هنكتبها بالمره كمان، الجهد المطلوب زائد 100 كيلو جرام اسمنت. يعني الجهد المطلوب في الخلطه الخرسانيه اللي هصممها زائد 100 كيلو. طب انا عايز 300 كيلو جرام، معنى كده هحط 100 كيلو اسمنت. طب انا راجل عايز اوفر، او راجل اعمل خلطه بحيث التكلفه الاقتصاديه ما تبقاش عاليه جدا، وفي نفس الوقت تحقق المطلوب عندي. فانا هفترض، هقول مثلا، هقول وزن الاسمنت هنا هيساوي 300 اللي هو الجهد المطلوب، هقول زائد مثلا اخر متوازن وليكن 25 كيلو. يبقى انا كده هقول خلطه الخرسانيه الوزن بتاعها 325 كيلو جرام، دول اللي هشتغل بيهم في الخلطه. يبقى اول عنصر اديني خلصت منه هو وزن الاسمنت. طب وزن الاسمنت دوت هيعمل قد ايه حجم في المتر؟ هقول 325 كيلو على كثافه الاسمنت عندي اللي هي ثابته اللي هي اهي. هقول انا طبعا هحسبها، هلاقيها عامله 103.17. يعني الاسمنت بيشغل من المتر المكعب، يعني المتر المكعب بيساوي 1000. المتر المكعب 1000 اللي هو عشان يبقى ثابتين، بيشغل من المتر المكعب دوت 103 سنتي بوينت 1.7. دي كده انا خلصت من وزن الاسمنت وفي نفس الوقت الحجم اللي هو بيشغله في المتر المكعب. تاني حاجه انا هحضرها او هجهزها وهي وزن الميه. وزن الميه لازم نكون عارفين ان هو لازم يكون نسبه من الاسمنت اللي هنقول عليها الووتر سيمنت ريشيو. الووتر سيمنت ريشيو بيجي ان انا بقسم كميه الميه على الاسمنت. ففي جدول انا هعرضه دلوقتي للحدود بتاعت الميه او الووتر سيمنت ريشيو بالنسبه لاي خلطه. فانا لما قريت الجدول واحنا عارضين دلوقتي على الشاشه، لقيت ان المناسب ليها ووتر سيمنت ريشيو وليكن 0.44. انا بقى هشوف البوينت 4.4 ديت ووتر سيمنت ريشيو ديت بتعمل كام لتر. طبعا انا هحسبها ونعملها مع بعض. هقول احنا قلنا نسبه الاسمنت، هقول يبقى وزن الاسمنت 325 كيلو في ال 0.44 هلاقيها بتساوي لي 143 لتر. دي تاني حاجه انا وصلتها. دي تاني حاجه. يبقى كده قدرت اجيب كميه الميه وقدرت اجيب كميه الاسمنت. ممكن نصفيها على جنب عشان ما تنطوش. اهو اللتر مكعب بيساوي اسمنت على اسمنت، يبقى احنا عرفناه اللي هو 325 كيلو، والمياه او الماء زي ما بيقولوا المياه هي احنا قلنا 143 لتر كده. طبعا انا ناقص عندي، ناقص عندي الاضافات، انا هحط اضافات. في برضه بالنسبه للاضافات قاعده هنكتب بقى عشان ما نفهمش كده. احنا جبنا حاجتين، الحاجه الثالثه وهي الاضافات. الاضافات القاعده بتقول، القاعده في قاعده لازم مهندسين على المهنه، قال لك الاضافات نسبه ما تزيدش عن 2.5% بالنسبه لوزن الاسمنت. وانسى كلمه 2.5% ديت، كل اضافات بتصنع بتيجي لاي شركه معاها شهادات بتقول الحد الاقصى قد ايه عشان الاضافات تؤدي الغرض، والحد الادنى قد ايه من الاضافات عشان تؤدي الغرض بتاعها. فلازم تاخد بالك من ديت عامله قد ايه. انا هقول اضافات، قول هشتغل، انا عامل معادله، عامل هنا حسبه ان انا هحط وليكن 2% من الاسمنت، يبقى هي نسبه من الاسمنت. هقول 325 كيلو اسمنت، طبعا حفظناها طبعا، في 2% هبص هنحسبها، انا هحسبها عامله 6 لتر ونص. يبقى كميه الاضافات 6 لتر ونص زي ما انا حاسبها. طيب انا في المية اسف. طيب عايز اشوف ال 6 لتر ونص دول يشغلوا كام من المتر؟ كثافه الاسماء اللي هو الاسباس في جرافتي او الوزن النوعي بالنسبه للاضافات هو 1.235. ممكن الرقم ده يختلف عندك بالنسبه حسب نوع الاضافات اللي عندك. انا شغال مثلا بحاجه اسمها اللي هي تايب جي، لان اللي بفضله او الخلطه طالباه، او حسب ظروف المشروع، او حسب ظروف الخرسانه اللي هي شغاله في الموقع، ان انا شغال بتايب جي. كده انا خلصت من المواد الماديه. مواد الماده عندي قد ايه؟ 6 لتر ونص. الماده اهي 6 لتر ونص، ناخد بالنا من لتر، انا شغال لتر، وطبعا هنا لتر عشان كيلو، ناخد بالنا من دي. الحاجه اللي بعد كده اللي انا عايز احضرها وهي الركام
الخشب. ناخد بالنا من الركام الخشب دوت تشغل قد ايه. احنا عارفين ان مجموع كل المواد اهي بيساوي 1000 لتر او متر مكعب. ايه هي المواد ديت؟ انا عندي معلومه حاجات قليله، هي الاسمنت. احنا عارفين ان هو بيشغل طبعا اهي 103.17 زائد الميه اهي عامله 143 لتر. تمام؟ طب ال 143 لتر ديت اقول زائد الاضافات وهي هي 5 كيلو 200 ده زائد الركام اللي هو المجهول بيساوي لي 1000. انا مش عارف الركام كام. طيب لو جمعت ده اهي 103.17 زائد 143 زائد 5.263 هلاقيها بتساوي لي كام؟ انا حاسبها، ممكن نحسبوها ورقه تاني. هلاقيها عامله 251. فين هي؟ 251 عامله 251.433 دولت من المتر. اذا الفرق هو الركام، هيبقى 1000 ناقص 251.433 هتساوي لي كام؟ هتساوي لي، انا جمعها طبعا وحاسبها، عامله لي 7.48.567. ده الحد مش غير ركام. انا عندي عشان اجيب وزن الركام لوحده، وزن الركام الخشن هيساوي لي، احنا قلنا في الاول في اول سؤال الراجل لما طلب مني خلطه قال لي الخلطه بعد 28 يوم وفيها نسبه ركام ناعم ما يعادل 40%، اذا المحجوز عندي في الركام الخشن 60%، هقول ان الركام الخشن هيساوي 7.48.567 في 0.6 اللي هي نسبته في الوزن النووي بتاعها اللي تجيبه اهو. وزن النووي بتاعها في 2.65 على افتراض يعني ان دي الوزن النووي بتاعها. انا حسبتها لقيها او احسبوها بالاله الحاسبه لقيها 1190.22 ده 1190 كيلو ركام خشب. طب انا كده جبت الركام الخشن، عايز اجيب الركام الناعم. عايز اجيب الركام الناعم. هقول وزن الركام الناعم وأوزن الناعم على طول هجيب بيساوي اهي نفس الوزن 7.48.567 في نخلي دي بقى في بوينت 4 اللي هو نسبته في اليونت ويت بتاعه او الاسباس جرافيتي بتاعه اللي هو بوينت 6.5 هلاقيها بتساوي 793 كيلو بوينت 48 او 480 كيلو. كده انا قدرت احصل اسجل البلد بتاعه الركام الخشن. انا طلعت اهو 1190.220 والركام الناعم عامل 793.480. كل ده في الاخر يا ريت تجمعوه مع بعض تاني وتشوفوا هل انا جمعت صح ولا غلط. هلاقي الاجمالي بتاعه عامل اللي هو هيديني الكثافه بتاعته، وهو كان عامل 2405.2. هو ده اليونت ويت بتاع الخرسانه وهي جافه. كده ده هيديني المتر المكعب، يعني المتر المكعب لو انا اخدته ككتله لو وزنته هيديني 2458 كيلو بوينت 2. احنا طبعا عرفنا المتر المكعب تكويناته قد ايه؟ قلنا الاسمنت، هتذكرها تاني، الاسمنت اهو 325، ده اللي هشتغل عليه بقى وقول الراجل اخلط لي الميه 143، الماده 6 لتر ونص، الركام الخشن 1190 و220، والركام الناعم اللي هو 793.480 ديت الخلطه بتاعته كلها في الاخر بتساوي لي اللي هو الواحد متر مكعب. وهعمل عليه كل الاختبارات، هعمل عليه اختبار اليونت ويت واطلع او هجيب كثافه الخرسانه، وهعمل اشوف نسبه الامتصاص كمان
نسبه الانبساط بالنسبه للركام اللي بتتحط في الاعتبار. بس الحاجات اللي هتتعمل في الاختبارات ديت برضو اليونت ويت والجيل زي ما قلنا، واخد لها مكعبات واكسرها على اعمار مختلفه. في ناس بتطلب يوم ويومين وثلاثه و7 و14 و21 و28 و56 وهكذا، ويشوف هل الديزاين اللي هو عمله حق المطلوب منه ولا لا. اللي حقق المطلوب منه مفيش مشكله وكل حاجه، طبعا نفس تكلفته قد ايه، هتكلف قد ايه على الشركه اللي هو عملها الاختبار او عملها الخرسانه. اذا كان ما حققتش بيضطر يعدل في كميه الاسماك، لو كان الجزء قليل بيضطر يقلل في الميه، يرفع في الميه، يقلل في الاسماك، يرفع في الاسماك مع الوضع في الاختبار. كل الاختبارات اللي تمت على الركام سواء الوزن النوعي او اليوتيوب لازم برضه الراجل يعمل ديزاين ويحط في الاختبار. طبعا انا هعمل الاختبار ده بالركاب كله جاف ما فيهوش اي ميه سواء داخليه او خارجيه، جاف كله. لو هو عنده امتصاص او ابسوربشن زي ما بيقولوا لازم يتحط في الاعتبار، ولو عنده منشر كونتنت او محتوى رطوبه خارجيه لازم يتحط في الاعتبار. يعني لو كان المكان بيتخشن 5% مثلا، بوينت نص في المية مثلا امتصاص، والابسوربشن مثلا، والمنشر كونتنت مثلا بتاعها عامل وليكن 3%، يحسب 3% بالنسبه للوزن الكليه بتاعتها عامله كام في الميه، وحوالي بيت وليكن عامله 10 لتر ودي عامله مثلا 2 لتر، بيجمعهم مع بعض ويطرحهم من كميه الميه ويعوض وزنهم بالنسبه للركام الخشن، ويشوف برضه نفس الوضع بالنسبه للركام. بالنسبه للخرسانه بصفه عامه اللي احنا بنقول عليها عاديه الاجهاد، مش اجهاد عالي، لكن ان شاء الله في خرسانات بتكون مطلوب لها جهد اعلى بكتير، بيوصل ل 800 كيلو جرام و1000 كيلو جرام واعلى من كده. فاحنا ان شاء الله الخرسانه اللي هي عاليه الاجهاد نعملها ان شاء الله في حلقه ثانيه ان شاء الله. وبكده اقدر اقول ان خلصت كده هو الفكره ديت، واتمنى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخرسانه والتربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق. ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.